للسنة الخامسة على التوالي يقام ملتقى فوتو إن في بغداد، أحاديث عن السينما والصورة وصناعة المحتوى وتشبيك بين المصورين. الملتقى يجمع مصوري العراق من كل المحافظات بهدف التعلم وتلقي التدريبات والاستماع إلى المتخصصين. وهذا العام ضم فوتو إن 13 متحدثاً متخصصاً، وكان مخصصاً للفيديو بكل أنواعه من المسلسلات والأفلام السينمائية والإعلانات وصناعة المحتوى على الإنترنت. لازم تروح أنت محضر شيء رهن بالك. كل السنين السابقة كانت موجهة للفوتوغراف، هالسنة توجهت للفيديو أكثر. سوق العمل اللي موجود بالعراق، عندنا مخرجين، عندنا مبدعين بهذا المجال، كلش نحتاجهم أن يوصلون أفكارهم، يعني حتى بعيدا عن أنه إحنا ليش بس المخرجين العرب أو الأجانب هم دي يطلعون أعمال قوية، ومدراء التصوير والمونتيرية وهالتفاصيل كلها. المصورون الحاضرون يرون أن أهم ما يميز فوتو إن أنه أول حدث يجمع المصورين، وهذا يزيد من فرص التعارف والاحتكاك وتبادل الخبرات. أنت ما قدمت طريقة صحيحة، أي أسلوب بالحياة لازم خليني أستخدم. الملتقيات هاي بشكل عام أي شخص هاوي أو محترف يجينا راح يضيف لقيمة كلش مختلفة. إذا أنت مبتدئ راح تتعرف على مصور ممكن يضيف لك فكرة، يكون صديقك باكر عقبه يكون وياك، وإذا أنت محترف فراح تزيد وتسقل موهبتك وقيمتك وقيمة عملك بطبيعته بهاي الأماكن، من ناحية أنه أنت تجي تفيد الناس الحاضرة هنا. إضافة أنه كل سيزن كان يختلف عن السيزن اللي قبله، فمنهن كان أنه بتعليمي أكثر من ما هو تعريفي عن الشخص عفوا، أو تعريفي عن العمل اللي هو يقوم به. لكن هذا الحدث اللي هو لهذا السنة يعتبر حدث أهم من اللي قبله، لأنه بأسماء مميزة جدا مثل المخرج علي فاضل، مثل مدير التصوير مصطفى حكمت، فأضاف الكثير والعديد من المعلومات والأشياء المهمة للمصورين العراقيين. عدة أهداف تتحقق للمصورين من التواجد في ملتقى فوتو إن، فإضافة للاطلاع على آخر التقنيات قد يكون الحصول على فرصة عمل جانبا آخر من جوانب الملتقى، مع تواجد أصحاب شركات الإنتاج وصناع السينما الباحثين عن الكوادر الشابة لزجهم في سوق العمل المحلية. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.